ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي لكم من الله؟ خلي بالك من دقة الكلام أجسادكم، لأن إحنا سمعنا وعظ كتير برمج ذهننا على فكرة مؤداها إن الجسد ده أنت تراب وإليه تعود وجسدك يفنيه الدود، ده دي اللعنة، ده دي أجرة الخطية، لكن مش ده القصد الإلهي. قصد الإلهي ضد كده تماما. الذي يحبني يحفظ وصاياي وإليه نأتي، الآب وأنا وعنده نصنع منزلته. علشان كده أظهر ابن الله. أظهر فين؟ في الجسد. عشان كده جاء ابن الله. جاء فين؟ في الجسد. الجسد هو الموضوع بتاعه، جسد هو الهيكل بتاعه، هو العرش بتاعه اللي أفسد ودمر بدخول الفساد والموت ليه. فجه للجسد لكي يعطي حياة لكل ذي جسد. بوصف الجسد ده، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. جسد بتاعه خده من الجسد بتاعنا، ثم حط فيه استعادة الاتحاد بالله، استعادة حياة الله، مش بس كده، وعمل فيه بالصليب وبالقيامة الغلب على الخطية والغلب على الفساد والغلب على الموت. وبقى هذا الجسد اللي اتحد بيه هو واحد واسطة استعادة الاتحاد معاه، اثنين بقى هو ترياق الشفاء وعطية الحياة لكل ذوي الأجساد. عشان كده قال والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله لأجل حياة العالم. خلي بالك ان انت لما بتفسد جسدك بالخطية انت بتفسد هيكل الله. وخلي بالك انك لما بتفسد الهيكل بتاع الله اللي هو استرده عشان يسكب فيه الحياة، تزعلش بقى من الكلمة، ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسد سيده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أنا عايز أستقبل المسيح، ده معناه أن أنا سأقدم الجسد ليكون عرش للملك. ده معناه أن لا تملكنا الخطيه تاني زي ما ملكت اولاني، لا تملكن الخطيه في جسدكم اللي قبل انه يموت عن الخطيه، اللي وافق واختار وقطع عهد الموت معاه عن الخطيه. يعني حينما أطيع الخطية وأنساق وراء شهوات الجسد يبقى أنا بملك الخطية تاني في الجسد اللي مات عنها أولاني. ولا تقدموا أعضائكم آلات إثم، لا عيني ولا لساني ولا إيدي ولا جسدي، لكن خليها تبقى آلة بر. دلوقتي وانا بنطق بكلمة الحياة بكلمة الله بوظف لساني ليكون آلة بر، لكن لما اقعد اهين الناس اللي خلقوا على صورة الله ودين واشتم ونم، انا بقدم لساني
عشان يبقى آلة اسم. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. نحن رؤوسنا للصلاة في سلطان اسم يسوع وقوة غفران دم الرب يسوع المسيح. قوة غفران وخلاص من قيود الخطيئة. قوة كاشفة فاحصة لأعماق النفس، مميزة لأفكار القلب ونياته. اخبر كل نفس منحنية أمامك فينا الليلة بضربة قلبها. اكشف لنفسي ونفوس اخوتي، اكشف خداع الخطيئة. قوة اكشف خداع القلب، ميز افكار القلب ونياته. ارسل بنعمتك باسمك قوة شافية للأجساد وشافية للنفوس. ارسل قوة شفاء، قوة فكاك، قوة تحرير، غفران دم حمل الله. انفك وانفك بقوة غفران دم حمل الله. تصير الآن بقوة غفران دم الرب يسوع قوة الفكاك، قوة منعمة غفران وخلاص وفكاك وشفاء وتحرير وتطهير بقوة غفران دم حمل الله. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101029638418، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.